اوكي، لما نرجع المعطيات مع السؤال، تمرين 11-5 صفحة 423. خلينا نشوف بقية الطلاب. أوكي طلاب، هذا السؤال إيش معطى؟ معطى أيضا أبعاد الحقل. حقل أبعاد الأضلاع أي بي وبي سي يساوي 1200 متر. لو نرجع نشوف الأبعاد مال هذا الحقل كالآتي. أوكي، هسه عندك هذا الشكل. طبعا أبعاد الحقل هو هذا الخط الأزرق، اللي الخط الداش لاينز، هذا الداش لاين المضيكية. الأي بي يساوي بي سي، معناته الحقل المربع، هاي النقطة هي سي، ما أشر أني نسيتها. إنه أبعاده كم؟ 1200 متر. عدد الأنابيب الرش المستخدمة لهذا الحقل هي كم؟ هي 8 أنابيب. طول أنبوب الرش 300 متر. تصريف أنبوب الرش هو 45 كيوبيك متر بير أور، تصريف أنبوب الرش الواحد. شحنة الضغط المطلوبة عند مدخل الأنبوب هي 33 متر. مصدر الماء في وسط الحقل عند النقطة دي. أوكي؟ عندي منسوب الماء الووتر سيرفيس ليفل أو إليفيشن عند المصدر هو 192 متر. الدي الدايميتر مال الصبمين الشبكة الثانوية. طبعا هنا الشبكة الثانوية كيف راح تقرر؟ شوف عندك هذا الحقل، عندي مصدر الماء وسط الحقل. طبعا أنا أعتقد هو مؤشر بس أنا حتى تكون بالصورة. عندك هذا الجزء اللي ياخذ من المصدر مباشرة، أكيد هو هذا رئيسي، أكيد هو رئيسي. أوكي، معناته الجزء اللي يجي بعده راح يكون إما فرعي أو الصبمين، احنا نسميه قد يكون فرعي أو قد يكون ثانوي. فإذا بالسؤال، انتبهنا، إذا بالسؤال قال لك أنابيب الرش تربط الأنبوب الرئيسي مباشرة، معناته إنه هذا الأنبوب الرش راح يربط ويا هذا الرئيسي، والشبكة كلها ما عدا الأنبوب الرش البقية كلها راح تكون إيش؟ راح تكون شبكة رئيسية، المين بايب. بس أنابيب الرش تربط على الأنابيب الثانوية أو الفرعية، راح أوكي، راح يكون هذا الجزء هو الأنبوب الرئيسي، والتكملة اللي هنا أو الجزء المأخذ اللي يوزع اللي يغذي أنابيب الرش راح تكون هاي الشبكة السبمين، إما فرعية أو ثانوية. أوكي، فهاي نقطة عندي. لو نرجع المعطيات مع السؤال، مطلي معلومات كثيرة، طول أنبوب الرش، تصريف أنبوب الرش، شحنة الضغط عند المدخل، منسوب الماء البئر الارتوازي كذا، حجم الأنابيب الفرعية. الصبمين عندك هي كم؟ هي 150 ملم، هاي الأنابيب الفرعية. الدايميتر ماله من الصبمين 150 ملمتر. معامل الخشونة منطيك سي 120، الكوفيشن مال معادلة هنزل ويليامز، كفاءة وحدة الضخ 80، ساعات تشغيل منظومة في السنة هي 2000 ساعة، سعر وحدة الطاقة المستهلكة 15 دينار لكل كيلوات بالساعة، كلفة الأنبوب لكل 100 متر هي 200 ألف و 380 ألف دينار للأحجام 200 و 250 مليمتر. معامل استرجاع رأس المال منطقة الكابيتال ريكفري فاكتور بوينت. المطلوب أولا دائما يطلب عندك مخطط الشبكة، راح أشوف أنت بالتصميم، هاي أول نقطة راح تتعامل ويا إيش؟ ويا مخطط الشبكة. موقع أنابيب الرش، اوكي، موقع انابيب الرش واتجاه حركتها. بعدين الشحنه الديناميه الكليه في حالتي القطر الانبوب الرئيسي 200 و250 ملم، راح نجي عليها هسه نجي نخبر. اوكي، هسه عندي عندي هذا المخطط، 8 انابيب رش وزعناها كالتالي: 4 في الجزء العلوي من الشبكة من المنظومة، وأربعة إيش بالجزء السفلي. بما إنه الجزء متماثلين فبس مجرد وضحت هذا الجزء العلوي فقط. عندك الجزء العلوي عندك أنبوب مغذي بالمنتصف، كأنما عندك حقل ديمور بإيش؟ أنبوب رش بالمنتصف. لازم يكون عدد أنابيب الرش على جانبي هذا الأنبوب متساوي، معناته إنه عندي 2 أنبوب للأعلى و2 أنبوب للأسفل. أوكي،
فراح تشوف انه يتفرع من هذا الانبوب الصب مين انبوبين او من الانبوب الرئيسي يتفرع انبوب ثانوي على الجهتين. فالجزء اليمين الجزء اليمين راح نحدده بايش؟ بتصريفين. طالب يرجع يسال ليش؟ اوكي هذا المخطط المفروض يكون واضح بالنسبه لكم، انبوبين رش بهذا الاتجاه وانبوبين رش بهذا الاتجاه. راح تشوف انه دائما التصريف اللي يمر بهذا الجزء الاخير اللي هو 1 كيو، لان أسوأ احتمال يمر به 2 كيو من يكون هذا الانبوبين الاثنيناتهم، هذا الانبوب اللي للاسفل وهذا الانبوب يلتقون نقطه الالتقاء. ما دام الشيفتنج مالته الازاحه تكون بنفس الفاصله عين، راح تشوف النقطه راح يلتقون بها عند هاي النقطه، هذا الجزء هذا النقطه هاي النقطه اللي يلتقون بها. فنهائيا بهذه النقطه بهذا الجزء ما راح يمر، ما راح يتجمعون انبوبين ثنائي. لما بهاي النقطه يلتقون، لما هذا الانبوب للاسفل يعبر على على هذا الجزء، هذا راح ايش راح يطلع من هذا الجزء، فيصير يبقى بي ايش يبقى بي واحد كيو، وهذا الثاني كيو عرفنا السبب ليش. ونفس الحاله بالنسبه للجزء اليسار، ما دام عندي هذا الانبوب الفرعي او الانبوب الرئيسي يغذي انبوب فرعي عليه 4 انابيب قريب الرش، لازم لازم يكون التصريف اللي يمر بي كم؟ يكون بي 4 كيو. اوكي عندي نفس الحاله بالنسبه للشبكه الاسفل ايضا 4 انابيب، والتوزيع او توزيع مع تصاريف راح تكون ايش؟ راح تكون بنفس الطريقه. هذا الطلاب بالنسبه للمخطط مع الانابيب والرش او المطلب والحركه حركه الانابيب. المطلب الثاني يريد التوتال دايناميك. اذا كان الدايمتر مع المين بايب عندك خيارين، قال لي اريد تحسب التوتال دايناميك اذا كان هذا الدايمتر مع الانبوب الرئيسي، اذا كان 200 احسب لي عند ال 200 وال 250. علما انه بالسؤال شنطانة اعطانا الدايمتر مع الصب مين مع الانبوب الفرعي، الانبوب الصب مين منطيني يعني 150 محدد لنا. انت راح تجي ايش؟ راح تجي تحسب التوتال دايناميك هيت مره بالاعتماد على الانبوب الرئيسي 200 ومره على 250. بالاعتماد على ايش؟ بالاعتماد على اسوأ مسار. أسوأ مسار ياهو من يكون عندي ايش؟ من يكون عندي الأسوأ مسار دائما اللي يكون من يكون عندي المصلة وحركة الانبوب الى ايش؟ الى اعلى نقطة، الى اعلى اليفيشن. اعلى اليفيشن عندي هنا بالحقل هو هذا 201 متر، سواء طالب جاء اخذ اي هذا المسار او بالنسبة للجزء الاسفل اي هذا المسار راح يكون الثلاثة نفس الشيء، لان خط الكنتور لاينز ديمر بايش؟ ديمر هذا الضلع بشكل مستمر. كأنما الشكل ده ينزل بهذا الاتجاه بنفس الإيش نفس الانحدار. أوكي أجي أحسب إيش عندي؟ عندي بهذا الجزء لازم أأمن يعني بهذا المسار لازم أأمن شحنة ضغط إيه جاي عند مدخل الأنبوب. HF أحسبه مال كم جزء؟ هذا 1 كيو 2 كيو و 4 كيو. أوكي هذا بالنسبة لـ HF. منسوب الجراوند ليفل منطينية، منسوب الووتر سيرفيس ليفل منطينية، الجراوند ليفل 201، الووتر سيرفيس ليفل 292. الماينر لوسز اذا منطانيه اقدر احسبها ايش؟ قلنا نقدر نحسبها كجزء معين من الميجر لوسز. فنجي نجي على الحسابات. اوكي جيت كتبت قانون التوتال دايناميك اللي هو ان اتش اي اتش اف جراوند ليفل ناقص ووتر سيرفيس ليفل زائد الماينر لوسز. الاتش اي حدد لي ب 33 متر، الجراوند ليفل بالنسبه للاعتماد على اول مسار اسوأ مسار 201، ماينر لوسز نقدر نعتمد ايش 10% من الميجر لوسز. هنا شنو بقى عندي مجهول؟ بقى عندي مجهول الاتش اف. الاتش اف الكلي راح يمثل لي الاتش اف مع الانبوب الرئيسي زائد الانبوب الفرعي. الانبوب الرئيسي راح يكون لو نجي نحسب لما الانبوب الرئيسي قلنا منطينا خيارين ابو ال 200 ملي ابو ال 250 ملي، بنقدر نحسبها للاثنين. التصريف اللي مر بالرئيسي هو 4 كيلو اوكي، والطول ماله ايضا محدد، مباشره اطبق معادله هيزن ويليامز احسبها بالحالتين. طلع عندي بحاله الانبوب الرئيسي 200 ملي عندي 4.5، واذا كان 250 ملي هو 1.52. اوكي بالنسبه للانبوب الفرعي اريد تنتبه وياي، الأنبوب الفرعي عندي جزئين أقدر مباشرة أحسبه HF، هذا الجزء اللي هو 1 كيو زائد HF مال 2 كيو، فأنا طبقته هنا مباشرة. عندك المشترك بهاي المعادلة هو 1.14 300 طول الأنبوب، 150
قطر الأنبوب، هذين كلها مشترك. المجهول فقط هو عندك ليش التصريف، تصريف مال الجزء الأول والتصريف الجزء الثاني مختلفة. فعندك ال HF الكلي مال Submain عندي 6.47. هسه نجي نحسب ال HF، ال HF الكلي راح تكون عندي قيمتين لأن الدايميتر اللي بالرئيسي مطيني خيارين. فإذا استخدمنا الدايميتر 200 مليم راح يكون ال HF الكلية سميتها 200 راح تكون عندي 10.98، وإذا كان 250 راح تكون عندي 7.99. وعلى هالأساس التوتال دايناميك هيت راح تكون عندي قيمتين، قيمة لل 200 مليم وقيمة لل 250 مليم. يبقى عندك ال HI ثابت، المنسوب الأرض، منسوب الماء عند المصدر، الماينر لوسس راح يكون 10% من الميجر لوسس، فقط يختلف عندك هنا قيمة ال HF. اوكي، راح اشوف انه بالحالة الاولى اذا كان الانبوب الرئيسي 200 مليم عندي الشحنة الدينامية الكلية 54 متر، بينما عند القطر 250 مطبع من 50.79 متر. هاي بالنسبة لايش؟ بالنسبة للمطلب الثاني، هي حساب الشحنة الدينامية الكلية باستخدام قطر. بعدين قال لي يعتمد على طريقة التحليل الاقتصادي لتحديد القطر المناسب للأنبوب، أنبوب الرئيسي. طبعا هي جاء نفس الخطوات اللي قبل، اللي قبل المثال السابق حلينا، انه عندك قطر الأنبوب الرئيسي. طبعا هنا الحسابات اللي قبل شوية سوينا لكل 100 متر طول من الأنبوب. هنا ما دام أنا حسبت التوتال دايناميك هيت اللي أستخدم إيش؟ اللي أستخدمه بحساب، بحساب البريك باور أو شحنة الضغط. ما دام حسبت اللي كامل طول الأنبوب، أنا ممكن ليش أعيد الحسابات مالته؟ ممكن أستفاد منه بإيش؟ أستفاد منه بحسابات، بحساب الاختيار القطر المناسب بالطريقة التحليل الاقتصادي، وأرجع إيش؟ ارجع اسوي الحسابات مال الجدول هذا اللي قبل شويه سويناه لكل 100 متر، اسوي لي كامل طول الانبوب. اوكي، فراح تشوف انه تحتاج شيء تغير، تحتاج الكلف، شوف الكوست لكل 100 متر، لكل 100 متر منطيني اياه ابو ال 200 مليم، ابو ال 200 مليم هو 200000، فلازم تسويها لكل ايش؟ لكامل طول الانبوب. كامل طول الانبوب ممكن هنا راح يكون المسافه هاي شقد؟ اذا عندي هذا الضلع 1200 قسمها على 4 راح يطلع عندي كم؟ 300 متر. اوكي، فنحتاج نسوي الحسابات لكل 300 متر، وممكن انها ايضا توجد طول الانبوب. شوف طول الانبوب الرئيسي هو 300 متر. عندك الاقطار المتوفره، الكلفه الاوليه شوف حولناها لكم؟ مش قد لكامل طول الانبوب. الكلفه السنويه للانبوب ضربنا الكلفه الاوليه في معامل استرجاع راس المال. الشحنه الديناميه الكليه توتال دايناميك هيت موجوده عندي. اوكي، قدرة الضخ البريك باور، بس مجرد شيء يساوي لك، يساوي لك توتال دايناميك هيت في ايش؟ في تصريف المراش على ايش؟ على الكفاءة، او عفوا مضروب في الكفاءة مقسوم على 367 على ايش؟ على الكيوبا. عندك كلفة طاقة الضخ السنوية، قدرة الضخ تضربه في ايش؟ عدد ساعات تشغيل المنظومة السنوية اللي هي اليرلي اور، في السعر الكيلووات، يعني مثلا كم هي اليونت برايس كوست اللي راح تكلفك كل كيلووات تشغيل بالساعه، مطيني ايضا بالسؤال، فراح احدد مجموع الكلف وعلى على ضوء اختار القيمه الاقل اللي هو اعتقد هنا راح يكون عندنا الدايميتر ابو 200. اوكي طلاب، يعني اعتقد هي هاي، خلينا نقول اشمل الامثله اللي موجوده بالشابتر هذا. دكتور صالح راح يكون وياكم ان شاء الله باشر، مثالين واحتمال هيجي مثال تطبيقي نعطيكم اياه خارج، تحاول تحل بيدك للمحاضره. واذا عندكم استفسارات لحد الان يعني بالي ما نمشي اكثر بحال من الماده اليوم. دكتور بس على 300